نبتدي الاول بمكونات الطاجن وقار الجزل. وقار جزل، فلفل الوان، بصل، صلصه طماطم، ثوم، بصل اخضر، فلفل حار وطماطم. اخلي دي كده على السمكه علشان ما يحصلش ايه ان يتلم عليه حاجه. طبعا عايز اقول لحضراتكم السمك في اسكندريه، طبعا كل انواع كل المدن الساحليه كويسه جدا، بس السمك في اسكندريه بالذات يعني عشان اشهر مدينه. المدن التانيه برضو كويسه عشان محدش يقول ان انا ايه، انا بحب كل المدن الساحليه والبحر، بس في اسكندريه بحس ان الحلقه اسكندريه نفسها ليها طعم تاني خالص. هجهز الفرن علشان هدخل الطاجن الفرن، هقطع الطماطم حلقات، وايه وهياخد الفلفل. خلي بال حضراتكم بس الفلفل يعني ممكن نبقى ندوقه كده، حراق جدا. طيب لو الفلفل حراق جدا كده عايزينه يبقى سبايسي، بس مش عايزينه يبقى سبايسي قوي، خلينا ايه نفتحه كده في فتحه واحده بس ونخليه كده. يبقى كده لما هيتحط في الطاجن مش هيبقى منتشر قوي، فهيبقى السبايسي بتاعه اقل. واللي عايز ياكل بقى حاجه حراقه يبقى ايه، يخش على قرن الفلفل على طول. انا هاخد دي احط كل المكونات مع بعض علشان اعرف اخلطهم كويس، واحط البصل الاخضر وصلصة الطماطم والفلفل الالوان، كله مع بعضه، وقطعتين السمك. انا يعني بعمل طبعا الكمية، عشان ناس كتير بتقولي بعمل كمية قليلة، بس انا بعمل طبخة الفرد، وبعد كده حركة لو عايزين تزودوا زودوا الكمية. واحط حوالي 4 أو 5 معالق من الزيت. في بصل وفي فلفل وفي طماطم هينزلوا ميه، هينزل منهم الميه، بس هحط برده ربع كوبايه ميه علشان نبقى واثقين ان الايه هيبقى فيه صوص مع الرز الصياديه يبقى مظبوط. وهحط معلقتين صغيرين ملح ونص معلقه فلفل علشان انا حاطط فلفل حار كفايه. هقلب كويس وبعدين اجهز الفرن وجهز طاجن اهو. طبعا الطاجن ده صغير فمفيش اهميه قوي ان احنا نغطيه. انا هحط عليه برضو ورقه الومنيوم كده صغيره، بس هو مش محتاج، هو بس الفكره ان علشان الخضار يكمل سواه مظبوط. اهم حاجه اطمن بس ان السمك قطع السمك نزلت في الطاجن، علشان لو الخضار زياده نقدر نستغنى عن الخضار. مظبوط. ما دام كفى يبقى نحط كل الايه المكونات جوه ايه ودول. لما يطلع بقى بعد ما يستوي يتعصر عليه ليمون. اجيب بس ورقه فويل زي ما قلت لحضراتكم. طاجن صغير مش محتاج قوي ان هو يتغطى، بس عشان ايه الخضار اللي جوه يستوي. وطبعا الخضار كمان لو ما استواش قوي، الخضار كل ما بيبقى مستوي اقل كل ما تبقى فايدته اكتر. هسيبه في الفرن تلت ساعه وهطلعها اقدمها في الطبق بالشكل ده.